مشاهدينا جولة الصحافة من أبرز عناوين صحيفة المستقبل، وفيها المحرقة الروسية تستعر في حلب، الأمم المتحدة إبادة في معتقلات الأسد، قمة دبي للحكومات لا تطيل ولا نفايات، إيران التكليف الشعبي ضد رسم النتائج خامنئيا، الثوار يقصفون القرداح خلال تشييع أنيس الأسد، ميليشيات تدعمها إيران تحكم اللاذقية، اتهام 11 شخصا بتشكيل تنظيم إرهابي في البحرين، تركيا مصرع 27 مهاجرا غرقا بينهم 11 طفلا، المقاومة اليمنية تسيطر على مزيد من المواقع العسكرية قرب صنعاء. وفي صحيفة الحياة تشير الكاتبة رندا تقدين إلى أن سياسة أوباما الكارثية إزاء ما يجري في سوريا سلمت دمشق لبوتين. نتابع. من سيتولى كتابة إنجازات بشار الأسد في سوريا منذ تولى الرئاسة ووعد بالإصلاحات والتغييرات والتحديث؟ كيف ستكون رواية المؤرخ المأجور الذي سيكتب كيف قتل الأسد مئات الآلاف ممن وصفهم بالإرهابيين وأكثرهم أطفال ونساء؟ وكيف هجر 4 إلى 5 ملايين سوري وحاصر المدن وترك سكانها يموتون جوعا؟ الشاهد الحقيقي على إرث بشار الأسد سيكون الشعب السوري والكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم من نزوح وغرق في البحر لمحاولة الهرب من قصف القنابل الروسية وقنابل جيش النظام. صحيح أن الأسد يستعيد حاليا مدن خسرها، ولكن بأي حال يستعيدها؟ ربما كي يبقى حكمه تحت وصاية روسيا وإيران وحزب الله. إن سياسة أوباما الكارثية سلمت سوريا لروسيا بوتين، لأن أوباما أكثر اهتماما بصفقة مع روسيا مما هو مهتم بما يحصل في سوريا. أما وزير خارجيته المعروف بتفاؤله الساذج فهو يعتقد أن كل الأمور ستحل إذا أقنع الجميع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات على رغم اشتعال النيران على الأرض وتجويع السوريين. وفي صحيفة القدس العربي، قتل وجرحى في تبديل نادي للضباط في دمشق. مدير المخابرات الأمريكية قوات الأسد استعملت الكلور في هجمات على المعارضة. نتنياهو: سنحيط أنفسنا بجدار يحمينا من الوحوش الضارية. العراق يغلق ملحقية تجارية في الخارج بسبب الأزمة المالية. وفي القدس العربي أيضا، لافروف: قدمنا خطة جديدة لواشنطن لحل الأزمة السورية من دون رحيل الأسد. تركيا تستدعي سفير أمريكا بعد تصريحات تنفي إرهابية حزب كردي. جنرال أمريكي يستبعد طرد الدولة الإسلامية من الموصل في 2016. النيابة المصرية تطالب بإعدام مرسي في قضية التخابر مع قطر. السودان يعين قائدا جديدا لجيشه وسط اشتداد القتال في دارفور. وفي صحيفة الشرق الأوسط، يتحدث الكاتب طارق الحميد عن استعادة نظام الأسد السيطرة على مناطق بمساعدة روسيا وإيران. نتابع. ينصب الحديث الآن في سوريا على المناطق التي يستعيدها النظام الأسدي بدعم جوي روسي ومقاتلين من الميليشيات الشيعية على الأرض وتحت قيادة إيرانية. فهل نجح الروس؟ وهل كسر الأسد الطوق تماما؟ وهل هذا يعني أن الروس والإيرانيين هم من يحددون قواعد اللعبة الآن؟ الإجابة غير صحيح بل ووهم. قمع البشر وتكريس الطائفية يعني أن لا استقرار، كما يعني أن على الجميع توقع مزيد من المتطرفين بقادم الأيام والأعوام. ناهيك بأزمة اللاجئين، فاستعادة الأراضي لا تعني استعادة القلوب. المعركة مختلفة تماما، وهذا ما لا يعيه الروس ولا يقدر عواقبه الأمريكيون ولا يبالي به الأسد بالطبع ومثله إيران. ومن هنا فإن الدرس المستفاد ليس من كتب التاريخ بل مما نرى ورأينا في العراق الذي تحول إلى مستنقع طائفي ولم يعرف الهدوء منذ 2003، وذلك بسبب غياب الحلول الجذرية. وهذا ما سيحدث في سوريا، استعادة الأراضي شيء وتطمين القلوب وإقناع العقول شيء آخر. ونقرأ من صحيفة العرب: لا أسد سقط ولا لاجئين توقفوا ولا داعش هزمت. البرغثي يفك عقدة حقيبة الدفاع الليبية. الكويت تسعى إلى التخلص من ذهنية رعاية المواطن من المهدي إلى اللحد. دوي رعد الشمال يطرق أسماع طهران وواشنطن. مساعي أمريكية لإنعاش مباحثات السلام السورية. الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد الحوثيين. تحذيرات أمريكية: ننتظر الأسوأ من داعش. ضغط على المخيمات قرب تركيا بسبب تدفق النازحين من سوريا.
كندا توقف عملياتها الجوية ضد داعش. وفي صحيفة الغد يتناول الكاتب محمد أبو رمان تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول سحق المعارضة السورية. نتابع. المعارضة السورية ستسحق خلال 3 أشهر، علينا توقع 3 أشهر من الجحيم. كلام خطير مخجل، لكنه يستحق الشكر فعلا، لأنه تحدث بصراحة وسفور كاملين عن المواقف الأمريكية الحقيقية التي كانت لا تحتاج إلا إلى تصريحات مثل هذه قاطعة حاسمة تماما لا تقبل التأويل أو التفسير. اليوم انكشفت لعبة الأمم في سوريا، والشعب يقاتل أو يقتل وحيدا، ويعذب ويشرد، ويتم قصف حلب بقنابل غبية كما يصفها الأمريكيون. وهناك قرار روسي إيراني بإنهاء الأوضاع في الشمال والانتقال غدا إلى الغرب وبعد غد إلى الجنوب، بمعرفة بل وموافقة ضمنية أمريكية على ذلك الجحيم المتوقع كما وصفه جون كيري. ما أزال مقتنعاً بأن السعودية لن تتورط مع دول عربية في حرب مجهولة الأهداف والنتائج في سوريا، وإذا كان هناك نوايا لديها للوقوف في وجه ما يسمى بالمشروع الفارسي، فليس مطلوباً منها إرسال قوات بل تغيير استراتيجيات قبل أن ينقرض الشعب السوري كاملاً خلال الأشهر المقبلة. ومن الصحافة السورية نقرأ في صحيفة عنب بلد: أثينا شعبان عندما نقرر خروج الروس سيغادرون سوريا بلحظة. عينات دم جنود الأسد ترجح تورطه باستخدام غاز السارين. النظام يعترف 15 تاجرا يحتكرون الاستيراد ويتحكمون بالأسعار. الأمم المتحدة حصار حلب سيعزل 300,000 مدني عن الإمدادات. وفي عنب بلدي أيضا: حجاب سنثبت قريبا أن عمر الأسد في السلطة انتهى. حماية المستهلك تهدد بائعي المعونات بالسجن أو الغرامة. من أصل 17 وفاة مريض الكلى الثاني في الغوطة الشرقية. وزارة الدفاع السعودية جاهزون للحرب البرية في سوريا. مفخخة تستهدف نادي الضباط في مساكن برزة دمشق. والآن نتابع معكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا، لهون بنكون وصلنا لنهاية جولة الصحافة. برجع مباشرة لهاني وسونيا.